السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم جميعا في شركة تطوير الخدمات التعليمية، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد. درسنا لهذا اليوم عن العلاقات المتناسبة وغير المتناسبة لمادة الرياضيات للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول. في درسنا لهذا اليوم سوف نتعرف على العلاقات المتناسبة وغير المتناسبة، وأيضا متى تكون العلاقة متناسبة ومتى تكون العلاقة غير متناسبة. بداية نبدأ مع هذا النشاط البسيط. يرغب فهد في شراء عدد من الهدايا لزملائه، وقد شاهد عرضا في أحد المحلات التجارية يقدم الهدية الواحدة بمبلغ 8 ريالات. السؤال الأول: أكمل الجدول المجاور لإيجاد ثمن لأعداد مختلفة من الهدايا. نلاحظ أن عدد الهدايا هدية واحدة، هديتان، 3، 4 هدايا. الهدية الواحدة 8 ريالات، هديتان كم يكون سعرها؟ 16 ريال. 8 زائد 8 16، أو 8 في 2 16. الهدية الثالثة 24، 3 هدايا ب24 ريال، وأخيرا 4 هدايا بسعر 32 ريال. السؤال الثاني: اكتب علاقة بين ثمن الهدايا وعددها. إذا نريد أن نكتب علاقة بين ثمن الهدايا وعددها، وتكون في صورة نسبة، أي يعني بسط ومقام. ثم نبسطها، ماذا نلاحظ؟ بداية، الهدية الأولى كانت ب8 ريال، ونريد أن نكتب علاقة بين الثمن والعدد. إذا نكتب 8 على 1. 8 على 1 عند تبسيطها تساوي كم؟ 8. طيب 16 على 2 الهدية الثانية سعرها 16 ريال على 2، وتساوي أيضا 8. إذا الكسر الأول يكافئ الكسر الثاني. الهدية الثالثة 24 ريال سعرها على 3 هدايا أيضا يساوي 8. إذا الكسر الأول يكافئ الكسر الثاني، يكافئ أيضا الكسر الثالث. والهدية الأخيرة 32 على 4 أيضا تساوي 8 ريالات. إذا نلاحظ أن مع اختلاف ثمن الهدايا وعددها، إلا أن عند تبسيطها يكون الناتج 8 ريالات لكل هدية. إذا النسب جميعها متساوية رغم اختلاف الأرقام. إذا تكون الكميتان متناسبتين إذا كانت النسبة بينهما ثابتة، أي إذا أننا قسمنا البسط على المقام يكون الناتج واحد، أو يكون التبسيط واحد. في هذه الحالة تكون الكميتين نقول عنهما أنهما متناسبتين. طيب متى تكون الكميتين غير متناسبتين؟ وإذا كانت الكميتان غير متناسبتين فإن النسبة بينهما تكون غير ثابتة. إذا لدينا إما أن تكون العلاقة متناسبة أو غير متناسبة. تكون متناسبة إذا كانت النسبة أو إذا كان الناتج بينهما ثابت لم يتغير، وتكون غير متناسبة إذا كانت النسبة أو الناتج غير ثابت. نشوف هذا المثال: يبيع أحد المطاعم الوجبة الواحدة بمبلغ 14 ريال ويتقاضى ريالين عن توصيل كل طلب. السؤال: هل تتناسب التكلفة مع عدد الوجبات؟ إذا نريد أن نعرف العلاقة بين التكلفة وعدد الوجبات، هل هذه العلاقة متناسبة أو غير متناسبة؟ في البداية نوجد تكلفة وجبة أو وجبتين أو 3 أو 4، ثم ننظمها في جدول. الآن عندنا عدد الوجبات 1 2 3 4 تكفي لأن نحدد ما إذا كانت العلاقة متناسبة أو غير متناسبة. الوجبة الواحدة 14 ريال زائد ريالين توصيل 16 ريال. طيب وجبتين 28، ونزيد عليها ريالين للتوصيل تصبح 30. 3 وجبات ب44، 42 زائد ريالين توصيل 44. وأخيرا 4 وجبات ب58 تكون سعرها 56 ريال زائد ريالين يكون 58. الآن نحدد ما إذا كانت العلاقة متناسبة أو لا. والسؤال كان يقول هل تتناسب التكلفة مع عدد الوجبات؟ إذا نضع العلاقة بين التكلفة وعدد الوجبات في صورة نسبة، ثم نبسطها أو نكتب ناتجها لنعرف ما إذا كانت النواتج متشابهة أو ثابتة، وإذا كانت كذلك تكون متناسبة، وإذا كانت غير متناسبة أو غير ثابتة تكون غير متناسبة. إذا التكلفة على العدد 16 على 1 اللي هي التكلفة الوجبة الأولى 16 ريال على 1 كم يساوي؟ 16. الوجبة الثانية تكلفتها 30 ريال وعددها 2، إذن 30 على 2 يساوي 15.
الوجبة الثالثة تكلفتها 44 على 3 وجبات، يكون الناتج تقريبا 14.7. الوجبة الرابعة سعرها 58 ريال على 4 وجبات، ويكون الناتج 14.5. ماذا نلاحظ على نواتج النسب؟ 16، 15، 14.7 تقريبا، 14.5. بما أن النسبة بين الكميات ليست ثابتة، نلاحظ تغير في النواتج، فإن التكلفة لا تتناسب مع عدد الوجبات. إذا هذه العلاقة علاقة غير متناسبة. لماذا؟ لأن النسب أو النواتج لم تكن ثابتة، لم تكن ثابتة. دعونا نشوف المثال الآخر الآن. الوصفة أدناه تستعمل لإعداد عصير الفواكه من فنجان سكر وكيس من المسحوق وكوب من الماء. هل كمية المسحوق متناسبة مع كمية السكر؟ الآن لدينا 3 من الوصفات، ولكن نريد أن نعرف هل المسحوق متناسب مع السكر أم لا، لذلك حددنا سهم عند المسحوق وسهم عند السكر. إذا المطلوب تحديد ما إذا كان كمية المسحوق تتناسب مع كمية السكر. طيب في البداية نكتب علاقة بين عدد الفناجين والأكياس في كل حالة على صورة نسبة في أبسط صورة. عدد فناجين السكر على عدد أكياس المسحوق. عدد فناجين السكر نص، عدد أكياس المسحوق 1. إذا نلاحظ نأخذ هذه مع بعض لهذه الحالة. نص على 1 كم يساوي؟ نص أو 5. إذا كان لدينا كيس من السكر، كم كيس من المسحوق نستخدم؟ كيسين. إذا 1 على 2 عند تبسيطها أيضا تساوي 5. طيب إذا كان لدينا كيس ونصف من السكر أو من فناجين السكر وثلاث أكياس من المسحوق، إذا قسمناهم على بعض أيضا يعطينا الناتج 5. وأخيرا إذا كان لدينا فنجانين من السكر وأربع أكياس من المسحوق، أيضا يعطينا الناتج 5. ماذا نلاحظ على النواتج؟ جميعها ثابتة، لم تتغير. في كل حالة كان الناتج 5 أو نص. إذا يمكن تبسيط جميع النسب السابقة إلى 0.5 أو إلى نص. لذا فإن كمية المسحوق متناسبة مع كمية السكر. لماذا متناسبة؟ لأن جميع النواتج كانت ثابتة، جميع النواتج كانت ثابتة. دعونا الآن نأخذ هذا التدريب. الوصفة أدناه تستعمل لإعداد عصير فواكه أيضا، نفس الوجبة السابقة، ولكن الآن يريد أن نعرف هل كمية السكر متناسبة مع كمية الماء أم لا؟ هل السكر يتناسب مع الماء أم لا؟ إذا في البداية نكتب علاقة بين عدد فناجين السكر وأكواب الماء، ونلاحظ أن محددين للسكر بالسهم الأزرق وللماء بالسهم الأزرق، وهي الكميتين اللتين نريد أن نحدد ما إذا كانت العلاقة بينهما متناسبة أم لا. إذا نكتب علاقة بين عدد فناجين السكر وأكواب الماء في كل حالة من الحالات على صورة نسبة في أبسط صورة، ومن بعد ذلك نقرر إذا كانت النواتج ثابتة فإن العلاقة تعتبر متناسبة، أما إذا كانت النواتج مختلفة فالعلاقة غير متناسبة. إذا عدد فناجين السكر على عدد أكواب الماء. عدد فناجين السكر نصف فنجان سكر على كوبين من الماء، نص على 2 كم يعطينا الناتج؟ 25% أو ربع أو 0.25. طيب كوب من السكر من فنجان السكر وأربع أكواب من الماء، أو فنجان واحد من السكر وأربع أكواب من الماء، كم يعطينا الناتج؟ هذه ربع، وعند تبسيطها أيضا يكون الناتج 25%. 1.5 فنجان من السكر وست أكواب من الماء، أيضا عند تبسيطها بإمكاننا أن نبسطها أو نستخدم الآلة الحاسبة للقسمة، ويكون الناتج أيضا 25%. أخيرا فنجانين من السكر وثماني أكواب من الماء، 2 على 8، وأيضا يساوي 25%. إذا ماذا نلاحظ على النواتج في كل حالة؟ نلاحظ أن النواتج في كل مرة 25%، 25%، 25%، 25%. إذا ما هي العلاقة بين الكميتين؟ إذا كان جوابك بأنها علاقة متناسبة فأحسنت، هذا الجواب الصحيح، لأن جميع النسب كانت ثابتة. إذا
يمكن تبسيط جميع النسب السابقة إلى 25% أو إلى ربع، لذا فإن كمية السكر متناسبة مع كمية الماء، لأن جميع النواتج كانت ثابتة وهي عبارة عن 25%. خلينا نأخذ مثال آخر أو تدريب. مع راشد 420 ريال في بداية العام الدراسي. إذا ادخر راشد 20 ريال كل أسبوع، السؤال: هل يتناسب المبلغ الإجمالي لكل أسبوع مع عدد الأسابيع؟ معلومة مهمة ومتكررة دائما لدينا، وهي أن فهم المسألة نصف الإجابة. الآن كم المبلغ المتواجد مع راشد؟ 420 ريال. في كل أسبوع كم يدخر راشد؟ 20 ريال. إذا نريد أن نحدد المبلغ الإجمالي لكم أسبوع؟ لأربع أسابيع تكفي لكي نحدد ما إذا كانت العلاقة متناسبة أم لا. طيب، في البداية خلينا نسوي جدول ونشوف ما إذا كانت العلاقة متناسبة أم لا. هذا الجدول يحتوي على الزمن بالأسابيع والمبلغ الإجمالي. طيب، الزمن في الأسابيع عندنا الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، والأسبوع الرابع. في الأسبوع الأول كم كان المبلغ الإجمالي مع راشد؟ 420؟ لا، خطأ. 420 زائد 20 ريال ادخار لكل أسبوع، إذا كم الناتج؟ 440. طيب الأسبوع الثاني كم يكون مع راشد؟ 460 زاد 20 على الأسبوع الثاني. 460 نزود عليها 20 للأسبوع الثالث، كم يصير الناتج؟ 480. الأسبوع الأخير والرابع 480 نزود عليها أيضا 20 حقت الأسبوع الرابع، يكون الناتج كم؟ 500. إذا لابد البداية تكون صحيحة عند إنشاء جدول. الآن نحن أنشأنا جدول، فلا بد البداية تكون صحيحة لتكون بقية النواتج صحيحة. فالأسبوع الأول من الخطأ أن نكتب 420، لأنه ادخر في الأسبوع الأول 20 ريال زائد ال 420 التي كانت معه، إذا صارت 440. الآن نريد أن نعرف هل يتناسب المبلغ الإجمالي مع الأسابيع، ونشوف نحدد بعد ذلك إذا كانت العلاقة متناسبة أو غير متناسبة. بداية، المبلغ الإجمالي على عدد الأسابيع يساوي 440 في الأسبوع الأول، عند تبسيطها كم يكون الناتج؟ 440، أي عدد على واحد يساوي نفس العدد 440. نجي الأسبوع الثاني، المبلغ الإجمالي 460 على 2، كم يكون الناتج؟ 460 قسمة 2 ويكون الناتج 230 ريال. الأسبوع الثالث 480 ريال على 3 أسابيع، يكون الناتج 160 ريال. الأسبوع الرابع 500 ريال على 4 أسابيع، ويكون الناتج 125 ريال. ماذا نلاحظ على النواتج؟ 440، 230، 160، 125. نلاحظ أن النواتج لم تكن ثابتة. إذن ما هي العلاقة بين المبلغ الإجمالي وعدد الأسابيع؟ علاقة غير متناسبة. أحسنتم. لماذا؟ لأن جميع النواتج لم تكن ثابتة، لم تكن ثابتة. إذن بما أن النسب غير متساوية التي وجدناها 440 و230 و160 و125، فإن المبلغ لا يتساوى مع عدد الأسابيع. إذن العلاقة وش فيها؟ العلاقة غير متناسبة. طيب، لو أننا من البداية قلنا 440 على 1 طلع الناتج 440، 460 على 2 طلع 230. مجرد اختلاف الناتج ممكن أيضا الحكم مباشرة على أن العلاقة غير متناسبة، أن تكون العلاقة غير متناسبة. طيب، إذا في درسنا اليوم عن العلاقات تعرفنا على أن العلاقة ممكن أن تكون متناسبة وممكن أن تكون غير متناسبة. متى تكون العلاقة بين كميتين متناسبة؟ إذا قسمنا البسط على المقام وكان الناتج ثابت لم يتغير في كل الحالات، إذا نقول على أن العلاقة تكون العلاقة متناسبة. ومتى تكون العلاقة غير متناسبة؟ إذا وضعنا الحالات على صورة نسبة في كل حالة وكانت النواتج غير ثابتة مختلفة ولو ناتج واحد، فإن العلاقة في هذه الحالة تكون غير متناسبة. وضروري عند
كتابة العلاقات أن تكون الحالات بشكل صحيح، وخصوصا عند إنشاء الجداول. هذا ما لدينا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا استمتعتم بدرسنا، ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ونراكم بإذن الله في دروس قادمة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.